يلا يلا نخلص الراوند كذا على السريع ونخلص القيم كذا على السريع السلام عليكم هلا والله شباب كيف حالكم معكم ريان اوسم زيد رجعنا لكم الحلقه الثامنه من سلسله محاكي اليوتيوبر الحلقه هذه راح نتكلم عن اخبار جديده مو حلقه اخبار لا حلقه سلسله لكن راح نتكلم ان شاء الله عن التحديث الجديد اللي راح ينزل وان شاء الله يضيف متعه اكثر للعبه هذه عموما لا تقصرون معنا حطوا لايكات اذا ما حطيتوا لايكات تحت الان واشتركوا بالقناه اذا ما اشتركتوا بالقناه وبسم الله خلونا نبدا الحلقه هذه خلونا نكمل ما انتهينا في الحلقه الماضيه خلونا نبدا الحلقه الثامنه في هذا اليوم وفي كذا تعليق وصلني في الكومنتات بنتاكد هل هو صحيح ولا لا غير كذا شوفوا الصوره قدامكم شباب هذه صوره وصلتني من احد المشتركين الله يعطيهم العافيه يقول في تحديث جديد راح ينزل في 15 اكتوبر واليوم 10 اكتوبر يعني بعد خمس ايام ان شاء الله راح ينزل تحديث جديد وش فايده التحديث الجديد راح يحل مشاكل اوكي مره كويس ان شاء الله الكنبه ما علينا والناس ما صقعون في الجدران وفي اللمبات وفي البيبان ان شاء الله بيحسنون التحكم والجرافيكس انا اشوف التحكم ما ممتاز الجرافيكس احس نت باد يعني ما ابغى جرافكس خرافي اكثر من اني ابغى متعه اكثر ابغى العاب اكثر ابغى قطع اكثر ابغى اجهزه جديده يعني هذا اللي انا صراحه اطمح له وابغاه وان شاء الله انهم يسوونه في التحديث الجديد طبعا ما غيرت ولا شيء صراحه اليوم حلقه اليوم ما سويت شيء خلف الكواليس يعني انتهينا تقريبا ب بوينت ما ادري كم في البيتكوين نفس الشيء شوفوا هنا لو نروح هنا ونسوي أه الباكتور ها خلينا نشوف هنا 3 بوينت تقريباً 3.9 قبل ما قلنا نتكلم، بنوصل 4 إن شاء الله، فما سويت ولا شي، وبرضو سألتكم سؤال في الحلقة الماضية، قلت أوه لا صار ما ياخذ مننا فلوس، مدري حنا ما ناخذ منه فلوس، لأني ما كنت أشتري هذي! ما كنت اشتري الباك دور هاك، خلينا نشتري واجد عشان ما ننسى، خلاص انا الحين ما يفرق معي، خلوا معي 12 خلاص تصير معي لين نهاية السلسلة، اوكي؟ آه طبعا اي صراحة ما زدت في البيتكوين، آه ممكن ازود اليوم معاكم في الحلقة ونوصلها 100 بيتكوين، 100 جهاز بيتكوين لو نروح هنا ونوريكم الماينر، عندي 75 مع الجهاز 76 بس ما راح احط الجهاز، طيب مشكلة الكلاب وفي واحد قالي قال لي، قال لي يا اخي ريال لا تجيب كلاب لأنه راح يستهلكون منك أكل وراح يمرضون أدري ايش، وصدق صراحة كلامه انا ايد كلامه صراحه لكن أو سويت لنا او انتر كار لا 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 مو انتر كار جيفود انا ايد كلامه صراحه لكن يا اخي يعطون متعه في ال... يعني يعطون حياه في الشقه يعطون حياه صراحه ف... ليش لا ليش لا انا عندي فلوس كثير طيب انا مره حران صح اوكي نتوركينج شفتوا كيف يوم يعني طفيت اللعبه شغلتها يطفي المكيفات وهالشي مره مزعج طيب قوت سليب يا حبيبي بنام طيب في غرفتي الا ينام في السيت اب طيب مع بدايه اليوم وش رايكم نروح كالعاده آه نطلب اكل آه احتاج اجيب لك كذا شويه اكل شويه مشروبات انا صراحه ودي والله ودي شباب اني ابث خصوصا ودي العب يعني ودي العب في البث نفسه لكن ما في العاب كويسه سي اس جو قاعدين نلعبها الفتره طويله إلا متى سيس اس جو ما ادري صراحه يعني اتمنى صراحه في التحديث الجديد يحطون لعبه جديده سايبر بانك أو... اوكي حلو هاي سايبر برانك مسمينها فيري سون هذه فيري سون ذا باست اوف يعني ذا لاست اوف اس وفي ثلاث العاب زياده اتمنى والله يحطون زياده اتمنى مره 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 اي على طاري خلينا نشيك فلوسنا كم معنا في البنك كم معنا في حسابنا معي تقريبا ألف واو والله معي واجد يا شباب ما زال عندي اثنين خلينا نروح هذا لانه افخم شكليا مع تورطنا طيب خلينا نشيل هذا معنا طيب ابي اشيل ذولي برميهم خلاص او بروح ابيعهم بالاحرى وفي نفس الوقت دقيقه خلينا هذا هنا اوكي ممتاز خلنا ناكل كذا على السريع وبرضه ناخذ انرجي خلاص خلنا ندخل دورة مياه الحين بروح ارجع للمنطقه الاولى منها ازيد البيتكوين ومنها ابيع الاغراض اللي ما احتاجها يعني اي شيء هنا ما احتاج راح ابيعه في في اشياء هنا ما ابيعها اه هذا هذا ما ابي صراحه بروح ابيعه لاني ما احتاجه هنا في شيء ما احتاجه لا كلها احتاجها في شيء هنا ما احتاجه يب هذا شكله مره مزعج طيب آه خلونا نطلع او دقيقه ابغى اخذ لي شاور قبل لازم ناخذ لي شاور فيا هذا اللي صراحه اللي انا متحمس له واللي ابغاه انه ينزل تحديث جديد على اساس يكون في في محتوى يكون في اشياء نسويها انتم لو تلاحظون في حلقاتي يعني انتم يعني ملاحظين في الحلقات حقتي اني في كل حلقه لازم انجز اشياء ولازم اسوي اشياء لدرجه انك لو ترجع نهايه المقطع وترجع لبدايه المقطع تقول يا حبيبي وش التغير اللي صار طول فتره المقطع طول طول فتره الحلقه كامله يعني قاعد تسوي انجازات هذا اللي احب انا صراحه خصوصا في هذه السلسله يعني ما احب اني اعيد واكرر اشياء قد سويتها لا ابغى اسوي اشياء انجازات جديده عشان ما تطفشون انتم عشان تشوفون تشوفون محتوى زي الناس طيب خلينا نبيع هذا نبيع هذا نبيع هذا ونبيع هذا خلينا نكاسره يلا يمكن ما تدرون يمكن يلا, يلا 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 الله الله دبض. كم زادنا؟ أربعة 34 دولار شكرا يا حبيبي والله ما قصرت طيب خلوني بس اتاكد بتاكد ها بس بتاكد دقيقه خليني نسكر هذه بتاكد شغاله ولا لا شفتهم شغاله للاسف تقلتش اللعبه شفتوني شغل مشغل اللعبه وما هي شغاله اوكي طيب ليش البرد برد ليش البرد ليش الجو بارد لو... والله يا لخمه هذه صراحه لحسه حقت المكيفات لحسه اوكي شغلها كلها وشغل هذه لاني عارف بعد شوي بيقول حر ولا مش مشكله مشكله يسوي ريست لدرجه الحراره على كيف امك الدين هو ناقصني 15 بيتكوين على اساس اوصل 100 بيتكوين انا هذا هدف الحلقه هذا اوصل 100 بيتكوين وبسويها ان شاء الله معاكم طيب طبعا الترنك او الصندوق حق السياره فيه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اوكي 13 14 15 يب يلا بسم الله خلونا نروح ابى اروح للمنطقه حقتي دقيقه احتاج اعبي الظاهر في محطه قريبه اتوقع بس خلنا نعب ما ادري اذا هي اغلى ثاني في في محطه في محطه دقيقه في محطه هنا بس ما ادري هل يوصلني ما يوصلني صح ما ادري اذا يوصلني الا يوصلني والله بس دقيقه ارجع ارجع اتوقع المحطه هنا قريب خلاص دمت معليش والله يا استاذ معضل والله معليش اقسم بالله يعني حاولنا بس ما حاولنا يعني طيب وين المحطة؟ أذكر المحطة قريبة هنا. أتوقع أن المحطة قريبة. يمديني أعبي لكن. معليش معليش والله والله يا شباب مستعجل والله معليش معليش والله والله يا ابني يا صدمت واجد اليوم معليش والله لو اني داري انك لسه وقتي كان ما سقت المعذره الغالي تكفى قوم ارحم امك قوم هاي ولد اوكي معلش <applause> طيب يلا خلنا نعبي خلنا نشوف ارخص ولا لا لو نفتح الجوال نوريكم يعني يعبي 25% يعني ربع التانكي راح يعبيه تسعة 9... خلينا نقول 90 دولار اوكي ربع تانكي ب 90 دولار لو خذنا هذه وعبينا فل بس لو عبينا ربع ارخص شفتوا ربع التانكي آه، تقريبا 40 دولار وهناك 90 شوفوا هنا كم نص التانك 90 يعني شفتوا فرق فرق فرق, فرق مش طبيعي لو اعبي فل هنا 190 لو اعبي هناك فل 90 90 180 180 180 300 شيء زي كذا الزبده انه مره غالي خلينا نعبي فل يلا يا حبيبي ليتس جو اي خلاص انا الحين وصلت مرحله اللي اعبي فل ولا اشيل هم ليتس جو هنشوف الله طيب الحين من جد احتاج سياره عشان اخذها في نقل الاغراض ونقل البيتكوين طيب خلونا بس على السريع نفتح عشان ما نضيع بس خلنا نفتح جوجل ماب ونفتح الخريطه ونحط نقطه هنا خلاص يلا يلا ليتس مشينا يا اخي والله مدينتهم ذول يا ابو كلب اقسم بالله العظيم يعني تبغى تدخل شارع تلقاه مسكر حادث ولا اوكي خلنا نوقف هنا اوكي بوقف نص الشارع شارع ابوي شارع ابوي اذا عندك اعتراض ايوه امشي مع الرصيف لا تمشي مع الشارع اخترق ام الشجره ما عندي اي مشكله لا اوكي, أوكي صح لازم نرجع نحط المحفظه آه, لازم احط فلوس كلها في المحفظه هي الحين موجوده في الاكونت فبحط تقريبا اغلب فلوس عشان اشتري 15 15 ضرب 750 يلا مين 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 سريع كذا في الرياضيات خلنا كذا شيء على السريع صح في ناس قالوا لي ريان ترى في اي تي ام يعني ما يحتاج تروح للبيت وتحول آه, ادري بس اي تي ام ماكنها قليل وغير كذا ياخذون عموله آه, العموله ما تهم بس انها ماكنها قليل يعني ما من البيت وبس طيب 15 جهاز 11250 اللي جابها بدون ما يحسب بالحاسبه ما شاء الله عليك طيب 11250 هنسوي تسجيل دخول على البنك ونحول لل للاكونت 11 خلينا نحول 12000 بعدين للوليت وليتس جو خلاص الحين بدينا نشتري ونعبي نشتري ونعبي على طول يعني انا الحين خليت الجهاز او الاجهزه كلها تجمع اوكي وكان عندنا 3.9 قل اربعه تمام فننتظر ان شاء الله نهايه الحلقه اذا مرتفع البيتكوين اذا مرتفع ان شاء الله راح نبيع ونشوف كم عدد البيتكوين اللي جاء معنا واذا ما انخفض نشتري ليش لا لان عندنا فلوس واجد ودي اشتري او ودي اجمع اكثر على اساس التحديث الجديد يمكن تنزل فيه اشياء جديده فاشتري منها على طول هل بيصفرون ما ادري يا اخي شو الغبنه يا شباب اتمنى 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 ما يصير اللي في بالي اللي في بالي وشو انه اي وسيارتي وسيارتي الله ياخذ إبليسكم لا يا اخي ابغى سيارتي وانا هايط واقول بلبقها في نص الشارع لا هذيك هي يا رب هي اي هي هي, هي شوي شوي دفوها حسبي الله ونعم الوكيل الخايف منه وش شباب تذكرون لعبه محاكي مقهى الالعاب تذكرونها صح؟ اكيد اغلبكم يذكرها هذيك يا شباب كان بينزل تحديث وتحمسنا وما ادري ايش اخر شيء ما نزل والله غبنا وخر وخر لا اصدمك لا احد يصدمني تكون خلوني بعبي السياره طيب افتح هذه فاتمنى انه ما يصير زي مقهى الالعاب نقول اوه في تحديث بس هذا عطوا عطوا موعد قالوا 15 اكتوبر يعني ان شاء الله ان شاء الله ان الموعد صحيح يا رب اللي هو بعد خمس ايام يا رب اوكي توني استوعب اوكي لا انا من جد فاشل رياضي <applause> معليش شباب توني استوعب شيء ما كان باقي لنا 15 كان باقي لنا 25 مو مشكله يلا نسويها ونرجع لكم ما عندكم مشكله طيب اوكي خلاص يلا ابروح اخلصها ان شاء الله وارجع لكم. اخيرا خلصنا، خلونا ننام بس عشان نصحى بكره ونشيك على البيتكوين وفي نفس الوقت ووريكم كم جهاز حطيناه وخلصناه. خلصت ال طبعا بس اتأكد يعني معكم. <applause> بسم الله طيب، في واحد قال لي ترى البلاي ستيشن بدك تفتحه لما تكبس على الزر الاسود بنشيك، مع اني ما اتوقع بس بنشيك ما اتوقع صراحه. عموما خلونا ندخل على الماينر ونشوف 100 جهاز. 100 بيتكوين 220 توتال باور شيء قوي جدا خلينا نشوف السرعه في الباك روح بتخيلوا, بتخيلوا عندنا 100 تخيلوا عندنا ثانيه والله بتكون مره متعبه لكن آه, يعني بدينا الحلقه ب 3.9 شوف الحين 7 يعني سريع 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 خلينا نشوف كم البيتكوين الحين يسوي مرتفع يمكن ليش لا؟ نازل نازل 6% ممكن ينزل زياده خلينا نصبر يمكن ينزل 18% 15% ونشتري بدل ما نبيع انا ودي اشتري لي كذا اكل كذا على السريع افكر اني ادخل بطوله وش رايكم يا شباب ودي ادخل بطوله يعني والله ما ادري احس ودي ادخل بطوله صراحه ودي اجرب الشعور هذا صح انه ما يدخل فلوس واجد بس ودي اجرب بس الظاهر انه ما يمدين لان الرانك حقي ما يدعم اتوقع شوف تورنمنت كلا ريكواير رانك 2 او ريكواير رانكس 0 عادي يمديني ادخل اوكي اتوقع اني راح ادخل هذه خلنا نسوي جوين اكتف أو. اوكي اه اتوقع اذا رحت بثيت ولعبتها يمديني ادخل الرانك طيب 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 آه خلوني اتاكد بس انا وضعي كويس لا احتاج انتظر الاكل آه خلنا نستنى الاكل ممكن نسوي كذا نهايه الحلقه سكاوتنج كذا نتاكد ونشيك على البيت الاخير اللي ممكن نزوره آه يلا ناخذ هذه وناكلها والباقي راح ادخله في الثلاجه ونبدا البث صدقون قاعد تفكر بشيء يا شباب يعني زي مثلا الثلاجة دورة المياه أفكر إذا يعني مستقبلا مستقبلا أوكي أفكر إذا جيت أنقل ما أخذ أغراضي معي يعني أخلي الغرفة هذه أو الشقة هذه مأثثة وإذا رحت من مكان جديد خلاص أأثث بشكل كامل عشان نقل يتعب هذا واحد اثنين أحاول أجيب أشياء جديدة ما أودي أشياء قديمة معي فهذه فكرة برضو ممكن نسويها مستقبلا خلينا نشوف الجودة اللي نقدر نسوي فيها بث اخر بث كان جست شاتنج بس عشان كنت اتفرج على ملابسي والحين راح نسوي ان شاء الله سي اس جو تورنمنت بطوله طيب كم 15 13.8 اوكي نخليها 13000 وخلنا نحط اعلى جوده ممكن نوصلها 1080 آه, 120 اف بي اس طيب 2 k مره يطلب واجد اتوقع 2 k ما يمدينا يب 2 k 4 k شباب في البيت الجديد اخر بيت ان شاء الله لان النت هناك لو تلاحظون شوفوا لو نروح هنا آه، هذا شوف الديتيلز حقته اعلى شيء ممكن نوصله كدونلود 50 كابلود 10 مع البوست ومع كل شيء يوصل 13 14 15, 15 لكن شوفوا اخر بيت كم يوصل خلنا نوريكم يوصل الى 15 دونلود خم... 15 اوكي ما قد شفت نعمه انا 500 دونلود 500 ابلود واو جد 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 اخر بيت بيكون اسطوري ان شاء الله بنصير نبث على اعلى جوده وبيكون اعلى سيت اب واعلى كل شيء اعلى افخم شيء يلا خلينا نحط جيم وخلونا نبدا آه، او نسيت احط الكام دقيقه اقدر احط لا ما اقدر والله لو اسوي ستوب دقيقه اهم شيء يسوي كذا انا خلينا نحط 13800 هجل اوكي عشان ما يكون في دروبات ممتاز أه كيف وضعي وضعي ممتاز ابي اروح دروب 100 الله يكرمكم كذا على السريع واخذ لي شاور لانه <applause> تعرفون في في كام هنا لازم الواحد يكون نظيف شوي طيب يا ساتر هايجين عندي واحد اوكي الحين 100% ليتس جو اوه اوكي من اللعبه اللخمت من نظافتي طيب ودي سوي حركه انه ما تطلع الاشياء هذه خصوصا في البطوله يا اخي خلاص يا اخي خلاص مع ان هذه الاشياء هي اللي تحمس ان الواحد هلا والله الف من اول ما بدينا خلينا نروح الى كاونتر سترايك خلونا نبدا طبعا هالمره راح ندخل تورنمنت ما راح ندخل كويك بلاي فبسم الله خلينا نشوف هذيك اكيده بس دقيقه اكتف اوكي اوكي تورنمنت وين تورنمنت وين القى بطوله كرنت رانك ليفل انتر اي بي اوه دقيقه انتر اي بي المفروض يعطوني هنا اي بي صح؟ اكتف، كيف الاي بي؟ يقول وين سند يو لوج ان انفورميشن، اه ايميل ارسلوا لي في الايميل يا عيال، دقيقة هذه وخرها شوي معليش، في الايميل ارسلوا لي اوه وش هذا؟ اي بي ادرس، طب كيف أ... يقطع ام المشوار؟ ثانك يو فور participating إن ذا tournament. If you win the tournament will make payment directly to your credit. اي بي ادرس 2 4 7 يقطع ام المشوار، خلينا نحط هذه شوية تحت وهذا نحطه قطع من الحوسة صح؟ والله حوسه شوي بس يا شو نسوي اثنين أربعة سبعة دوت واحد ستة تسعة دوت ثمانية تسعة نقطتين رأسيتان ستة صفر سبعة سبعة جوي أوه والله وصل كم حصلنا حصلنا الجيم طب ليش الكود طويل يعني ليش مصعبين الموضوع صدق والله صح ما لاحظتوا ليش مصعبين الموضوع وين راحت اللي حقت المشاهدات أوكي ضيعنا حقت المشاهدات يا جماعة بس دقيقة قبل قبل ما نبدا البطولة معلش ممكن تصبروني لي شوي بروح اشرب لي كذا كولا على السريع تعرفون لازم الواحد يجهز عنده كولا 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 على السريع اوكي اوكي ممتاز تبغى لي اطلب لي زيادة والله اني تاخرنا عليهم ينتظروني الحين في اللوبي يلا اخلص علينا يا ريان ما عليه كريكم, كريكم مفوزكم الحين الجيم. يلا اوكي على السريع كذا معليش بس معليش اعذروني بس بروح اطلب كذا مشروبات ادري معصبين في الشات العب يلا ابشر ابشر اطلب لي مشروبات لازم اشرب كذا ويصير عندي طاقة طيب اوكي طلبت ممتاز يلا بسم الله يلا ليتس جو السي وبسم الله خلونا نبدا يلا 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 أه لا مو وقتك يا الغالي مو وقتك مو وقتك مو وقتك مو وقتك بطولة يا اخي بطولة بطولة والله يطلعوا في البطولات نرجع للشات بس ثواني دقيقة دقيقة اوكي هنا في اثنين ما ينفع يا شباب ادعوا لي كوفو خوينا شهر ثلاثة شال ثلاثة خوينا سي 3 والله انك اسطورة اقطع شكله والله إنه معرق خوينا اوكي لا 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 البطولات شكلهم ناس شادة حيلهم لازم اثبت نفسي يا شباب لازم اثبت نفسي اوكي شلنا الاول وهذا الثاني أوه. حصل خير ما عليه طيب عبال ما ي... عبال ما اخوياي يعني يفوزون بالرامد بروح سريع اجيب لي مشروبات كذا اوكي ممتاز ممتاز بسرعه 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 قبل ما يبدا الرامد بسرعه بسرعه <applause> والله انك توافق بين ذي الثلاث اشياء مره مره مشوار طيب فزنا الراوند يب فزنا الراوند كفو طيب خلينا نشتري اوه في سنسفيتي ليفل بعد حركات بس ما ابغى ما ابغى ابغى بيه ابغى اشتري آه شفت التصويره اللي تو سمعتوها هذا لاني اسوي سي عشان اغير او اشيل الكروسير ويروح يصفر للكلب حقي يقطع ام الازعاج يا اخي ترى دي مزعجه مره طيب يلا 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 نخلص الراوند كذا على السريع ونخلص الجيم كذا على السريع <applause> يا عيال هاك اقسم بالله هاك شلون دروا عني اقطع شكله يا عيال والله هاك والله هاك اقسم بالله مشغلين هاك وين اللي مراقبين في البطوله يا عيال من الغدر مشغلين هاك والله مشغلين هاك مشغلين هاك اقسم بالله والله حرام والله العظيم شفتوه بعيونكم يا عيال ما مداني اطلع بوف اعطاني هيد يقطع طيب ام الكذب والله كذابين <applause> طيب دقيقة مشي كذا شكرا شكرا على الاشتراكات شكرا على الاغراض يعطيكم العافية والله يعطيكم العافية اني ما اقدر اشوف كم واحد قاعد يتابعنا لاني نزلتها وعجزت ارجعها مرة ثانية ورقيتها و... ما عرفت ارجعها يلا يلا مشينا كف خوينا سي 3 والله انك اسطورة اوكي ابلع بلعناه كفو يلا لا تكفى يا اسطورة خوينا اوه هناك واحد لا مو انا يا غبي يا غبي اوكي كفو سي 3 والله اسطوره يا اسطوره يا سي 3 والله انه اسطوره ذا كفو كفو يلا اخر راوند وفوز كيف الانرجي يمديني يمديني نكمل اخر راوند خلينا نشتري درع اهم شيء ونشتري هذا اوكي اعلى سلاح الام بي 4 او الام 4 اي 1 زبده انه اقوى سلاح واغلى سلاح 3100 سعره اهم شيء الدرع اهم منه يلا 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 اخر راوند قبل الانرجي اوه ما في احد في الاي معقول لا والله فيه <applause> القم اللي بعده اوه شو ذبحني؟ وين كان؟ اوه كان هنا ما شفته حرام والله ما شفته لا تكفون فوزوا تكفون هذا والله مو وقت هذا الهاك اقسم بالله مو وقته بس ناخذ منه فلوس الحين قاعد اسمع اصوات ما ادري فزنا خسرنا سي سي ار بي سي ار بي سي ار إن. ان شاء الله اخوينا فازوا ديفيت ديفيت لا يا اخي اخر راوند الحين طب دقيقه بالله دقيقه عشان ما يطفي البث بسرعه 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 والله ادري ان الراوند بدا وانكم تحتاجوني لكن لازم اروح دورة مياه معليش شوفوا يا الله امشي يلا لازم دورة مياه معليش يا رب ما يفوزون ان شاء الله سي 3 ان شاء الله يجلدهم سي 3 والله انه اسطوره ذا سي 3 اقسم بالله وحش، ناخذ كذا شاور سريع السريع، والله يا سحبنا من أم اللعبة، جايين جايين دقيقة. لا خوينا مات، ما يمدينا اشتري؟ وش صار؟ ابي اشتري؟ ليه ما اقدر اشتري؟ في شيء يمنعني يا شباب اني اشتري الظاهر متأخر، لا حرام، اوكي خويانا كلهم ماتوا، اتوقع اني راح اموت. ما بقى الا واحد من خويانا، يا الله وقتك يا اخي البطولة. بمشي مع خويي. اوكي بسم الله او او والله اني داري اني بموت اقسم بالله اني داري ما معي شيء وما معي شيء قهر والله قهر خسرنا في اول جيم رانك غبنا متقروش من اكثر من شيء شوف اذا ضغطت حرف السي عشان أغ... اشيل الكروس هير شوف ايش شو اسوي يصفر للكلب يا اخي خلاص ما ابغاك يا كلب وين راح كان نايم وينه الله ما ادري وين والله من يا شباب اقسم بالله من يا شيخ كويت اصلا ما ابغى العب بطولتكم في هاكات والله في هاكات اقسم بالله خلينا ناخذ دونيشن بس يزيل شاتين طيب. يا زين الجست يا شيخ والله العظيم قهر طيب جيت بيت 700 يعطيكم العافيه اوكي جربنا جربنا جربنا, جربنا. باد طيب اتوقع بسوي ستوب ستريمنج جربت سالفه البطوله وهالشيء مره كويس هل في شيء ما جربته هنا اتوقع في شيء ما جربت الاي بلاك جاك هذه قمار في قمار انا عارف بس ما ادري ظهر اذا جات على الابيض او على الاحمر في في لها لها فكره انا معي 20000 خلني احط مثلا ميتين.. ميتين.. اوكي بت طبعا حرام ذي الاشياء يا شباب لكن يعني ما ادري بخربط شوي ما أعطني عطني هات ما ادري وش اسوي اي هت هت مي عطني صح علينا ولا خسرنا ريبيت بيت مع ها اصبر ريبيت بيت هت مي هت مي مره ثانيه وستاند فزت عليه فزت عليه لاني ها والله شوف ذي الاشياء الحرام انا ما تنفع الصراحه <applause> يلا ما علي اصلا خلينا ندفع الفاتوره وخلونا نطلع دقيقه الظاهر انه في زياده فلوس من الستريم لابس لاني ما زالوا يدعمون يعطيكم العافيه 8 دولار و20 دولار 18 18 18 20 صار والله يوم كبرت القناه صاروا يدعمون اكثر من الـ اكثر من ثمانية سبعة وهكذا اتوقع يا جماعة الحين راح انام اوكي ابصحى أبشيك على البيتكوين وبرضه بسوي سكاوتنج بسيط على البيت الثاني طيب نروح الشيك. السريع نروح نشيك على السريع على السريع ابى اشوف كم وصل البيتكوين ان شاء الله نازل عشان اشتري اه مرتفع بالمئة يعني يا اخي ما قصرت صراحة نقص ستة 6% زاد بالمئة طيب خلونا نروح للبيت الاخير بس نشوف زيارة انا ما ادري بس اتوقع ان اللون البنفسجي خلينا نروح الاخضر اوكي هروح نروح الاخضر الاخضر اتوقع ماني متاكد بس اتوقع انه آه. اوه اوه لا والله هذا هو البيت الخرافي صح اللي والله ديم هذا البيت المجنون لونه اخضر وينه في الخريطه دقيقه والله يا فخم يا شباب تبغون نقرأ الحلقه الجايه لان عندي فلوس وعندي كل شيء وين في الخريطة بيت الأخضر هنا آه بعيد عن المدينة أوكي ما هو وسط المدينة ما أحتاج المدينة صراحة بيني وبينكم ما أحتاج إزعاج المدينة خلاص وصلت مرحلة إني أقدر أطلع من المدينة ما أخذ الوظائف ما أخذ وظائف من الوظائف طب دقيقة دقيقة قبل أو خل شيء بعدين نروح البيت الثاني اللي هو البنفسجي أوكي دي والله غرف ومساحة وصالة دي ودورين وشغل وما أدري حديقة خارجية وجلسات واو هذا البيت اللي اوكي مقفل كنت بدخل حاول هذا البيت اللي من جد تسوي له ديزاين وتصممه شوف الغرف يا حبيبي هذا مو بينفع اليوتيوبر واحد ينفع سبعه يوتيوبرز طيب خلينا نشوف البيت الاخير قبل ما نختم حلقتنا اليوم وراح اخلي البيتكوين يجمع عشان بدايه الحلقه الجايه اذا شفت يعني نسبه مرتفعه نبيع على 8000 9000 آه طيب خلنا نروح اوبر، تدرون لو يسوون حركة في اوبر، خلنا نروح بيت بنفسجي، لو إن فعلا تطلب ويجيك سيارة اوبر وتركب تصير أحلى، بس كذا أسرع صراحة كذا أسرع، هذيك تلطعنا وبتحوسنا، طيب البيت بنفسجي. اوكي. دقيقة هذا البيت. لا هذا البيت الخرافي. هذا في جراج. هذا في جراج، اوه احسن يا عيال، الأخضر ولا البنفسجي؟ لا أتوقع، اوه هذا أكبر، صح؟ أتوقع أن هذا أكبر. ولا ولا يا جماعه الزبده كل البيتين رهيبه وشوف الحاره الراقيه ناس محترم نفس الناس بس يعني قال لي كنا جنب بعض اي جنب بعض يقطع ام اي يقطع ام الكلب دقيقه خلينا نتاكد خلص خلينا نتاكد والله جنب بعض اقسم بالله جنب بعض خذنا اوبر دفعنا الظاهر 50 دولار اخر شيء جنب بعض حذفت عصا والله كل البيتين حلوه وش رايكم؟ خلنا نسمي هذا البيت الأخضر هذا البيت البنفسجي، وش رايكم؟ أتوقع بنفسجي أكبر ما أدري ليه حسيت. بس هل عنده حديقة خارجية بالخلف؟ هنشوف. أوكي ما عنده جلسات خارجية لكن أكبر ك... كبيت لكن هنا في جلسات خارجية، والله عليكم لكم الاختيار صراحة، والله البيوت والحارة ذي كلها جامدة. إن شاء الله إن شاء الله في الحلقات الجاية راح ننقل البيت هذا بإذن الله، غالبا الحلقة الجاية صراحة عشان ودي يعني يكون في شيء جديد. عموماً ان شاء الله استمتعت بالحلقه هذه عجبتكم لا تقصروا معنا باللايكات صراحه استمتعت بالحلقه هذه أشوفكم ان شاء الله الحلقات الجايه نشوفكم على خير ان شاء الله مع السلامه